تنساوش كومبانيا مالتي فود زي ما قلت اصلا ده منطق يعني حل اي مشكله ويمشي بيها في البروجكت بتاعتها. ليه بقى؟ ليه البروسس دي مهمه؟ ليه مهم ان انا اكون مريت بالبروسس دي زي ما هي اللي المفروض احل المشاكل بيها؟ لان هي دي فعلا the only way to have knowledge. يعني انت لما بنتكلم على كيف knowledge لو انا عندي معلومه اي حاجه كنت انا عارف المعلومه يبقى ايه مصدر المعلومه دي عندي؟ قريتها في الكتاب فهي فاكت في الكتاب عشان لو وصلت انها بقت فاكت عشان هي كانت مبنيه على scientific research اتعملت وصلت لي فاكت او جبت او حد اكسبرت قال يعني والاكسبرت ده جاب منين المعلومه وصلت ان هو بقى اكسبرت فيها ان هو بيبص على scientific research لما الدكتور بيبص اشعه ويعرف ان هي المريض ده كده عنده حاجه معينه كده بيرد على scientific research اللي ادى لان خلاص الناتج ما بين تشخيص الاشعه دي هو التشخيص ده كان مبني على scientific research. فمعظم النولج اللي عندنا هي دخلت مبنيه على scientific research validated scientific research طبعا و الديسيجنز المفروض في اي عشان تكون انفورمد الديسيجنز زي ما بيقولوا او تكون مبنيه على برضه فاليديتد ولما استفزها ما ببقاش بجرب تجربه خطا كده فعلا غير لازم تكون مبنيه على سيرتيفيكت ريسيرش. وبالتالي ده اللي بيخلي انه Thank you.
the rock at the end of the more questions the other. That definition اللي هو ان انت مني تحدد البروبلم بتاعك اول خطوه لازم تكون كليرلي عارف ايه البروبلم اللي انت بتحلها وتجمع عن المعلومات الكافيه وفي الغالب بتكون بروبلم ده نص بتاعك كبير جدا 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 اكيد انت مش هتحل كل الاستعمالات دي مع بعض مره لازم تعمل نارو داون للبروبلم بالشكل الحديث ده فيري سبيسيفيك كونس دايمنشن محدد هتاخده في اعتبار وهو ده اللي انت هتفوكس عليه وهتجمع بقى الانفورميشن وتشوف الناس عملوا ايه يعني الاستريس بتاعك وتطلع نتائج وتبتدي هنا بقى تفتح الكونكلوجنز تلاقي نفسك بقى ده احنا اخذنا كذا في اعتبار ولا اخذنا كذا وبالتالي انت بتسيب مور كويشنز وبترجع تاني توايد يعني الاريا اوف انفستيجيشنز لغيرك يجي يكمل فيها بقى بنفس الطريقه And you are actually sensors in the way that is the way that you're solving problems, creates more of it. The خصائص or features of ميزات محددة للscientific research لازم تكون متواجدة في scientific research اللي هو يا إما أبسولوت بيبر علمية أو بوست علمية أو كده النتائج اللي أنت عاملها دي لازم تكون متوقع عليها كل حاجه من اهم حاجه انها تكون بروديوسر يعني ايه ريد بروديوسر؟ يعني اللي هيقرا البيبر بتاعتك دي لازم يعرف يعمل نفس الشغل ده ويطلع عكس نتائجك لو عمل فلازم تبقى مدي كل التفاصيل للاسف ده بيحصل بنسبه قد ايه مش بنسبه كبيره قوي بس ده مش ايثيكال يعني انه الناس يعني they hide some information وما بتعرفش تعرف تعمل بالظبط اللي هم عملوه لكن ده اكيد مش صحيح يعني مش المفروض ان احنا نعمل كده في الريسيرش بيبقى ممكن تعمل اسباب مختلفه منها اللي هي على البيبر ليت مثلا المفروض ينتشر او بقى كوميرشال ريزونز ده اللي بيبقى طبعا اكيد ما يبقى ساعتها ما تنشرش احسن لو انت مش هتحط كل التفاصيل يبقى طبعا فكره ان الاوبجكتيف ما ينفعش اقول مثلا ده الالجوريزم ده كان افضل من ده ده الكلام ما ينفعش لازم تبقى بتتكلم بإيفيدنس بأرقام أفضل من ده في الميجر اللي هي بنسبة كذا يعني في أرقام وفي ميجر أنت قايسها بناء على كده بتفضل حاجة عن حاجة أوي طيب فمن اللي حتى قلناه قبل ما نمشي في الخطوات بالظبط ومعانا زي ما قلنا هنتابع النظام بتاعنا عايزين نوصل لان الساينتفك ريسيرش لما تمشي في البروسيس بتاعتك انت هتلاقي نفسك باي ديفولت وخصوصا بعد اكتر من مره يعني بتكتسب حتى مهارات في الحياه بشكل عام. هتلاقي نفسك انت لوحدك كده بقيت بتدقق في انك قبل ما برضه تقول معلومه لحد عايز تفهمها بشكل اوبجيكتيف مش بشكل كده سبجكتيف من غير ارقام ومن غير تفاصيل. عايز مثلا تاخد بوزيشن في حاجه هتلاقي نفسك بتبص على الناس عملوا ايه؟ بتجمع بيانات يعني مش فيري يعني فكره ان انت تبقى معاك المهارات اللي خدتها من البحث العلمي وتطبقها في حياتك بيبقى حاجه كويسه جدا انك مثلا تبقى بتراعي حقوق الملكيه الفكريه في كل حاجه بتعملها لان طبعا زي ما هنتكلم بعد شويه دي احد اساسيات الاثكس في الريسيرش ان انت تبقى راعي فخلينا نمشي بقى زي ما قلنا في البارلل مع الستكس في البروجكت البروجكت سيمبلي من تايتل الاساسي فور كده هو اتس اباوت ديفلوبينج سمارت تراك لايتس ده يعني هي تبقى شراكي تتعلم لوحدها ازاي تبقى التايمنج بتاعها كده في اشاره طبعا بنشوفها بس هي معظم الاشارات الموجوده في مصر اشاره بتسميها فيكس التايم وهي عندك في 20 ثانيه في اتجاه و 30 ثانيه في اتجاه تاني وخلاص عادي لكن هل ده بقى الاوبتيمم او الافضل حاجه؟ اكيد لا وعشان كده يمكن الناس دي دونت فولو قوي الاشارات الا لو حد واقف او عارفين الاتجاه ده قوي انما المفروض لو هي شغاله صح خلاص الناس هتفولو يعني. طيب وشغاله صح بقى دي هو اللي بنحاول بقى ثرو الارتفيشال انتليجنس وتحديدا reinforcement learning والطالب الكبير بقى لو مالتي ايجنت لانه عندي اكتر من انترسكشن او اكتر من اشاره reinforcement learning for integrated network
وفي اداه بتاعت سيجنال موجود. ده كان البروجكت اللي هنمشي بيه كاكزامبل معاك. اول خطوه ايه في ماركتنج سايتنج ريسيرش؟ ميك ان اوبزرفيشن. انتوا دلوقتي لو كل واحد عارف او لسه طبعا مش عارفين فاينل التارجت بتاعتكم ايه، خلاص بقى من يوم الخميس ان شاء الله هيبقى كل واحد عارف التارجت بتاعته. هنتكلم في الكلام شويه، هنعمل الجرعه بقى وهنتحدث معاه. هتبقى انت عارف الاوبزرفيشن بتاعتك غالبا، لان التارجت بتاع البروجكت نفسه بيديك انديكيشن للبروبلم اللي هتحلها، او هو هيكون بيديك انديكيشن للابلكيشن بتاع البروبلم. فانت يو نيد تو ستيب باك وتشوف ايه البروبلم اللي ده ايفينشولي هقدر احلها، او بيديك سوري انديكيشن للميثودولوجي هحل بيها البروبلم. فلو هو ميثودولوجي يعني مثلا بحاول بس افتكر التوبكس، يعني في توبكس من الاول خالص مثلا كانسر ريبريدكشن دي بروبلم، دي مش ميثودولوجي. لكن اللي رايح مثلا زي اتش ديتكشن، الاتش ديتكشن ده حد ذاته هو انا محتاجه ضمن عشان احل بيه بروبلم اساسيه. فاشوف ايه البروبلم اللي هحتاج في احد خطواتها الاتش ديتكشن، واشوف ايه الميثودولوجي اللي هستخدمها في الاتش. لكن المهم ان دايما اول خطوه هو داتا، يبقى عندك اوبزرفيشن ريسيرش از تو سي وات ايفر يو ار سين، بس ثينكينج وات نو ون ايلس هاز توك. فا بروبلم في الادويه اليوميه، احنا بقى بنتكلم على البروجكت بقى ماشيين معانا ستيب باي ستيب. فاحنا بنتكلم على بروبلم بتقابلنا كل يوم اللي هي الترافيك كونجشن، اللي حتى بتسمى احيانا الايرن كانسر، من كتر ما هي الافكت بتاعها على كل حاجه كبير وضار، يعني سواء على التاخير في الوقت بيتحسب بيتاجر بالكورس ديفرنتلي، التأثير على الصحة يتجلى بمعدات معينة برضه للبوست، لو علاج الأشخاص دي في الآخر هيتجلى بالبوست. الصحة بقى سواء عشان التلوث يعني، أو عشان الستريس إن أنت قاعد منتظر وقت طويل في العربية ثلاث حاجات برضه بيأثر على الصحة. وكل بقى تأثيرات الدورة اللي مهمة، بس عايز أوصلهم للجزئية دي، إن وات إيفر البروبلم بتاعتك كانت إيه؟ يو نيد تو جاستيفاي الامبورتنس بتاعها للأطفال. ليه البروبلم دي تأثيرها ايه في المجال بقى اللي جاي في البروبلم دي للأطفال؟ أجيب ليه؟ هتلاقي عادة أي بيبر بتتكلم على التوبيك بتاعك ده هتلاقيهم في الجزء الانتروداكشن عاملين اكسرسايز. أنت بس محتاج تويت فريزز تجمع من أكتر من بيبر. عايز تبص نفسك على الأصل في العموم، لو لقيت مثلا هو بيستخدمه بيشيروا دايما الستاتستكس جايبينها من دوكيومنت بتوصل لكل سنه، وهم عاملين اشاره بتاع السنه اللي فاتت، انت موجود دي بتاع السنه دي، بس خلاص انت عارف هتجيبها منين. تمام؟ فده بيخليك تعرف اهميه البروبلم ايه، وبعد ما تعرف اهميه البروبلم اللي احنا عايزين نحلها بقى، فعشان اول خطوه للحل هو ان احنا نعرف اسبابها. اسباب المشكله ايه؟ لا عشان نصحح كده، ايه اسباب البروبلم بتاعكم يعني ايه اللي يخلي الشكل بقى بس يخلي الدنيا بقت عامله كده؟ هي الشكل هو اتغير، اللي اتغير كل الناس عملتها تاني، هو لسه بيزيد وهيفضل يزيد، مستخدمين عربيات بتزيد. والفكره انه الزياده انسان يعتقد شكل الطرق السبلاي والعربيات دي هي الديماند اللي مطلوب عليه. فاهم من غير زياده السبلاي، لكن بزياده بسيطه جدا بالدماغ بعد ما اوصل الكباسيتي، الكباسيتي دي هي اقصى حاجه هناخدها الحرب في الساعه خلاص. مجرد ما نزود لينير عدد العربيات، ده عدد العربيات في الساعه، لو هيزيد بشكل لينير هنلاقي الزحمه الجويه او المنتجه بقى في الترافيك تايم بيزيد اكسبوننشال، لان خلاص حصل زفت في النتورك والدنيا بتقف. فيبقى عارف مثلا ايه زياده الدماغ على السلوك. فانت برضه حاول تريفلكت اللي كان بيقول ده على الفواصل اللي انت واخدها، تعرف اهميتها، بتفهم اسبابها ايه، عشان بعد كده الخطوه الثانيه هو ان انت هتبقى محتاج تو ديفاين الريسيرش كويشن بتاعك. يعني خلاص انت ديفاين البروبلم ستيتمنت، وتحط بقى ايه الريسيرش كويشن اللي انت هتحاول تجاوب عليه في البروجكت او في البحث بتاعك. فا اسمعوا برضو about getting the right answers. من الأول خالص you need to ask the right question.
تقولها وتركز فيها على حاجتين اساسيين جدا، ليه اللي بتخلي المشكله وايه بالظبط اللي بتحصل فيها، ولازم نتوقف فيها انها تكون ريليفنت الحل اللي انت هتقدمه يبقى ريليفنت للبروبلم بتاعتك، فيزبل تصديقه، فيزبل بقى من ناحيه الريسورسز اللي هتحتاجها، الوقت اللي هتاخده وغيرها، وانترستنج ليك قبل ما يكون بين حد وبين حد اربع ايام عشان تقدر تكمل فيه ده. لأنه بشكل عام بتكلم على اللونج تيرم بقى ريسيرش بيحتاج فاشل رهيب وصعب جدا. ما بيبقاش على اي سبيس فورد ونشوف هي بتقف فين. لما بتيجي كده بتقف شويه، فلازم الواحد يبقى عارف ان هو بيعمل حاجه انترستنج بيه قبل اي حاجه تانيه عشان يعرف يكمل. عشان كده انا بشجع الناس اللي خدوا ريليشنز ان هم يفتحوا توبكس. في ثلاثه تيمز اتليست او من اربعه بعتوا لي هم توبكس وابروف معظمها او كلها. مثلا ممكن اخد منهم شويه تفاصيل اكتر فيبعتوها لي. دول الموست بروبلي هيبقوا انترستد جدا وهيبقى عندهم فاشل يكملوا في الدكتور. وان جنرال اي كان التوبك اللي هيجي لك في الاخر لازم انت بقى تبتدي تتعامل معاها اتس يور اون بقى بروجكت اللي تبقى تحاول تبقى انترستد فيه يعني. طيب ايه بقى انواع السلوشن ايه؟ طالما عرفنا الاسباب اللي ادينا لها وقت السبلاي بقى تعمل ازاي؟ يعني نزود السبلاي نبني شوارع جديده، نوسع عيال الشوارع او نحط خطوط نقل عام جديده وافضل في الكفاءه بس، او نقلل الديماند بس نقلل الديماند مش هنعرف الناس اكيد لا يعني هن ايه هنخليهم يتخرجوا الاوقات غير بعض، او نشجع على ان بعض وده بيحصل بره كمان كتير ان حتت معينه شبه الدكتور يبقى عليها بوليس بتدفع، فده اوتوماتيك بيخلي الناس قسم على الشبكه بشكل يقلل الانسحاب. او الحل الثالث يعني يا اما ابطل سبلاي اقلل الديماند او امانج الديماند او امانج الانتراكشن ما بين سبلاي وديماند من غير ما اغير حاجه فيهم بشكل انتليجنت. يعني وده اللي بيبقى تحت امبريلا كده من الاريز يعني في جوه الترانسبورتيشن شين اسمها انتليجنت ترانسبورتيشن سيستم. اللي هي مبنيه على كل ما له علاقه بقى بالانتجنس ده اللي هنشوفه بعد شويه ان انا احل مشاكل الترافيك او الترانسبورتيشن. فجوه الانتجنس ترانسبورتيشن سيستم دي في حاجات كتير قوي انا بقى بحاول فيها ايه؟ وانتم هتحاولوا تعملوا كده نعمل ايه؟ وي ار ناروينج داون. الموضوع كبير جدا حلوله ما لهاش حصر. هنحل كل حاجه في الدنيا؟ لا طبعا. هنحاول نركز نشوف احنا ايه اللي هنركز عليه بس وهو ده اللي هناخد الاكبر. فاحنا هنركز على اللي احنا عايزينه دي سوليوشن تو مانج انتليجنتلي ادمان مع السبلاي واللي بيدخل جوه الاي تي اس اللي طرق تنفيذه كتيره قوي. هنركز بس على الترافيك مانجمنت اللي هو كود بي امبلمنتد باي ديفرنت برضه ديفايسز او ميثودز يعني منها ان انا امسك الاشارات واتحكم فيها بالشكل اللي يكون له انواع مختلفه انا هركز على وابقى حاطين شغلي او الحاجه اللي انا هركز عليها في المشروع بتاعي في الكونتكست اني يوضح انا بالنسبه للاريا في البلد ده ايه؟ يعني انا بتكلم عن الانكربشن مثلا، في طرق الانكربشن بتعتمد على كذا في كذا في كذا في كذا والكذا اللي برضه هو كمان بينقسم لاكثر من حاجه، انا هدخل في الكري دي وهاخد الالجوريثم ده بس. لكن انا عشان اوصل ده محتاج اكون قريت شويه وفاهم الكونتكست ايه؟ وبناء على ايه انا خدت او هركز بس على الان داون البروبلم للالجوريثم اللي انا اخترته. فانا عندي براكتيكال بروبلم اللي هي الكلاسيك كونسشن اللي ليه تاثير كتير بالارقام اللي هنتكلم هنبقى بنقول وبالتالي انا محتاج احل البروبلم دي فمضمن الريسيرش كونسشن بتاعي على كوست افكتيف سوليوشن باستخدام التكنولوجيز او الادفانس تكنولوجيز. فالريسيرش بروبلم بقى بتاعتي هحاول ان انا احدد بقى ان انا محتاج يبقى عندي كل الانترسكشن في الكنترول بتاعه مبني على artificial intelligence وتبقى العمليه ديسكريبتيف. هو ده اللي انا بدور على الاجابه اللي بقول من الهايبوثيسز بتاعتي ان انا هحاول الاقي الابروتش المعتمد على artificial intelligence لكل شويه كده في الديسكريبتيف يقلل لي الاتهام او يقلل بقى كل الزياره عليهم.
كونتاكت للفيتشر ريفيو. معناها ايه الفيتشر ريفيو؟ معناها نعمل ريفيو لكل الدراسات والابحاث على الاقل الريسنت اللي اتعملت في مجالنا، خصوصا ريسنت خصوصا لما كنا بنتكلم ده على حاجات مرتبطه بالتخصصات يعني اللي فيها تكنولوجي وكده، لازم ادور على ريسنت يعني. تمام؟ ليه؟ لان اكيد مش انا اول اللي هكون فكرت في الحاله دي. اكيد في ناس كتير فكروا، فانا ما ينفعش اريد البنك ده دي وابدا انا اعتبر نفسي انا عملت حاجه ما حدش عملها قبل كده. وخصوصا زي ما قلنا ان الريسيرش يونيفرسال، ما تبقاش حاجه اي حد تعالى شايفها وتعملها في الصين اللي امريكا هيعرف انت عملت ايه وهيكمل عليك وهكذا. مش هينفع تحفظ بيه نفسك. لو انت عايزه يبقى افكت وعايز تعمل بيه وتعمل دي لازم تنشره. فبالتالي عشان تتجنب انك تعمل حاجه ناس ثانيه عاملاها لازم تقرا وتقرا بشكل كريتيكال او نقدي، تقرا بشكل نقدي. يعني ده برضه احد الكونتس هو اللي يكون عايزها، الباحث عن طريق الاي سي هم اللي يدرس الكلام ده على حالتها ولا علاقتها بيها، بل هم من يعرف انهم ذو نسائل بنات جايين منهم. اذا كان عن البحث عن حلم هدفه، عليه بقى انه يستنكر جميع ما يقراه ويستخدم عقله حتى الدفاع لبحث فكره اكثر من كل جانب، وحتى يتشكك في نتائج دراسته ايضا حتى يتجنب الاخطاء في اي حاجه دراسه. فانت ممكن ده ما يحصلش من اول مره تقرا فيها في الطريق اللي تعرفه ولا تاني مره ولا تالت مره، بس ممكن لما تقرا مثلا ثلاث اربع خمس بيبرز وانت جاي بتقرا البيبر السادسه غلط يكون انت لوحدك بتقرا بعين عقلية. ليه بقى؟ لان انت تلاقي البيبر دي مش واخده في اعتبارها اللي التانيين عملوه، وواخده حاجه من الاولانيه لكن واخده من الثانيه جزء صغير وهكذا. يعني لما تقرا انت لوحدك لو عامل جدول كده وتقارن الستة بيبرز اللي انت قريتهم ببعض، دي خدت ايه في اعتبارها ودي ما خدتش ايه، دي قاست ايه ودي ما قاستش ايه، ده في حد ذاته ده بنسميه قرايه نقديه للشغل اللي بعد قبل كده. وهتبقى لوحدك عارف تشوف ايه بقى اللي انت ممكن تعمله تضيف، ممكن تقارن من في بعض الكورسز ما حدش قارنه قبل كده. ممكن تستخدم الجوريزم سوفت في بروبلم معينه بس ما تستخدمش البروبلم اللي انت بتحلها دي، فيبقى دي اه ذاته كبيره. ممكن نفس الالجوريزم تغير في السيتنجز بتاعت البرامترز بتاعته عشان تحسن مثلا الكفاءه وتقارنه باللي كان معمول ومنشور في بحث قبلها. ده في حد ذاته نظر لو حسنت في النتائج يعني. فهي دي بيسكلي اللي انت شوقه ان انا لازم اشوف ابقى على درايه اللي تعمل في البحث العلمي في المجال بتاعي او النقطه البحثيه بتاعتي عشان احط الريسيرش بتاعي في الكونتكست المناسب، وابقى ما بعيش اختراع العجله يعني، ابقى ببص لهم كل الجرايد اتاكد ان انا ما وقعتش مني اي دايمنشن، وابقى عارف الريسيرش بتاكد الريسيرش اللي هستخدمها دي فاليد ولا لا، لو التانيين استخدموها هبقى انا مطمن ان انا ماشي في الطريقه الصح. طبعا وانا بدور بقى على البيبرز، ودي اشهر الخطوه اللي بتبقى جايه على طول بالنسبه لكم انتوا او الخطوه بعد ما تتفق تتحدد، هو ان انتوا تنزلوا بيبرز في الطريق ده. انزلها منين بقى او ادور فين؟ انت ممكن اول خطوه خالص بس عشان تجمع معلومات عن ايه هي البروبلم، ممكن هنا نقول ويكيبيديا او حتى الفورمز اللي زي كورك كيو يو او ار اي، ويعني مش بروفيشنال بمعنى ان هو متخصص، بس اللي بيرد عاده في الفورمز دي ناس بروفيشنالز. انما هي بتبقى ليه لكن شويه وهاي ليفل بيج بيكتشر بيشرح لي فورم اللي هو كيو يو او ار اي، ده ممكن تكتب عليه مثلا اي سؤال انت عايزه ولا اي ديسكشنز 90% السؤال اللي انت عايزه ده تجاوب عليه كده كتير. ولو ما تجاوبش اعمل انت اكونت واسال السؤال والناس تجاوب عليه. لو عايز تاخد كونسيبت معين تلخبطه ببعض عديت الخطوه دي لان ده طبعا ما يعتدش بيه في موفق يعني معلومات موفقه. الخطوه اللي بعدها بعد ما فهمت كده الكي ووردز ايه اللي هستخدمها، تروح بقى تدور في الكي ووردز دي في مين؟ في scholar.google.com كاحد الريسيرش داتا بيز، مش سيرش في جوجل خالص. هتروح بقى لحاجه مخصصه في البحث العلمي تدور بالكي ووردز، هيطلع لك هيوج نمبر اوف بيبرز في الموضوع.
فبالآخر السوليوشن المقترح جدا ان البروبلم عندي هو
ده انا عندي اشارات كتير كلها بتاثر على بعض وبتاثر في بعض، فانا محتاج اوبتمالي بين واحد كده باصص عليه كل مره ويقول لي ده اعمل ايه وما تعملش ايه، بس ده مكلف جدا ومش عملي. يبقى الحاجه ان انا عايز اوصل للسيلف ليرنينج، وكمان الايجنتس يكون في كولابوريشن ما بينهم عشان او الاقي البيست كنترول بوليسي في الايجنتس. دي الهايبوثيسيس. الخطوه بقى اللي الناس اللي الكل بيعرف فيها في الريسيرش هي ان انا ابدا بقى اتست الهايبوثيسيس، ابدا اعمل اكسبيرمنتال ورك. والفيصل ان احنا نعدي الخطوه دي هو الكلام اللي هو قاله ده، ان it's not that I'm so smart, it's just that I'm staying with problems longer. ما بنفعش الكود واقف في حاجه ادي برضه بشوف الكلام ده. ال اي حاجه ما اشتغلتش معايا، لان هي وارد جدا ان things will go wrong. انت بقى don't go with it. Try different approach. حاول افضل ما تيأسش وما تفضلش ده. مهم جدا الجزء ده اللي هو الفيصل ان الناس تكمل البروجكت او ما تكملش لما بيقف في حته بتاعت الاكسبيرمنتال ورك. احنا ماشيين بقى في البروجكت بتاعنا الخطوه دي الاكسبيرمنتال ورك، احنا محتاجين نعرف الديزاين الميثودولوجي والخطوه الخطوه دي اتس اباوت زي ما قلنا ديفايننج الميثودولوجي. فايه الميثودولوجي اللي انا بقى هستخدمه هنا؟ شويه بقى كده ليه حاجه يعني برضه يزيد المعلومات ك الكورس يعني باك جراوند. البروبلم بتاعتي لما تكون انا عارف الستيت دلوقتي واقدر منها بس استنتج بروبلم طبعا النكست ستيت، يعني بمعنى ان انا مش محتاجه الهيستوري القديم كله عشان اعرف النكست ستيت هتكون ايه. الموديل ده ماثيماتيكال اسمه مانكوف بروسس او ستوكاستيك بروسس، ان انا مش محتاجه الهيستوري عشان ابريدكت النكست ستيت. لما اضيف عليها ان انا كمان محتاج اخد ديسيجن، انا هنا عندي اشاره الديسيجن اشاره بيترتب عليه كمان النكست ستيت يعني الستيت الحالي مع الديسيجن اللي متاخد انا اتجاهي الاخضر ولا احمر. لو انا بفترض ان الستيت هنا هي عدد العربيات اللي مستنيه في كل مكان، دي الستيت بقى فعدد العربيات مستنيه كل دقيقه، لو انا بعت قلت لك بعد ثانيتين هيبقى قد ايه؟ هل محتاج بقى في الدقيقتين كان عامل ازاي؟ لا عايز بقى دلوقتي وتقول لي الاخضر فين ومين اللي شغال اخضر دلوقتي صح؟ عشان تقدر تقول كده. فده اسمه مارك اوف ديسيجن بروسس. في المارك اوف ديسيجن بروسس ماثيماتيكالي عشان اجيب اوبتيمال سوليوشن، يعني ايه سوليوشن؟ ان انا عايز ديسيجنز تكون افضل ديسيجنز عند كل الاقي ماده كده بين كل ستيت وافضل ديسيجن عندها يكون ايه؟ الحل بتاعها بيجي بطريقه اسمها دايناميك بروجرام. معادلات بس عشان اصلا افهم المعادلات لازم ابقى فاهم ان في اربعه دايمنشنز لازم متعرفين في البروبلم. الستيت متعرفه بايه؟ وايه هما الوصف الستيت؟ فلو افترضنا هنا ان انا بعرف الستيت على ان هي الكيو في ال... لو انا عندي اتجاه ميجر في ترافيك اكتر بكتير من الماينر واتجاه ماينر، فانا عندي كيو في اتجاه الماينر هسميه اس 1 لو هو شورت واس 2 لو هو لونج، دي الستيت. والاكشن دايما الديفولت ان الاتجاه الميجر واخد جرين، ده بحاول سمبليفاي البروبلم جدا جدا. فالاتجاه الميجر دايما واخد الاكشن ده، اما ان انا اكستند الجرين ده لسنتين كمان لو انا باخد الديسيجن بتاعي كل سنتين، او اسويتش للماينس 3 ادي جرين للماينس 3. وبقيس بقى الاكشن ده كان كويس او لا، حاجه اسمها ريورد. فالريورد هتتقاس ان انا اخرت العربيات مده قد ايه، بس لقيت هي المفروض تبقى كلها بوزيتيف يعني انا بماكسمايز قصدي معنى صح، فانا هخليها هنا بالنيجاتيف عشان لما اجي اماكسمايز ابقى بقلل الديلي بتاعتي. واخر دايمنشن او بعد كده اعرفه هو الترانزيشن بروبلمز. ايه الترانزيشن بروبلمز ده؟ ابقى انا عارف ان الراس بتاعنا بيت وبيفرق فيه قوي مع الاشاره وهي شغاله، اطلع منها بالبروبابيلتي ان انا لما يكون الكيو شورت في الاتجاه المايوس واخدت اكشن ان انا اكستند اعمل اكستنشن للجرين، خدت اي 1 اكستند الجرين اتجاه الميجر 30% انا الكيو بتاعي هيبقى لونج، لكن 70%
están muy grandes, muchas veces, en la intersección de mano, tenemos tantos niños que están en el su fila, que no es un salto de discos. La lección es que tú vas a ser un tú vas a ser. Y la primera de approach, y por artificial conscious approach, y aquí la cosa va a dar de la de la ley 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 de la Yeah.
information that is in place for number stuff, but for B, well, we are sure that as an organization we reflect in the material that we are sure I can away and should be the sequence that. And I think that's how we are in the manner of as we are doing our work, we are doing our work, we are doing mathematical, how to formulate the mathematical, and we are doing actually doing our forms, solutions, and we add them into anything that happens. يعني شوفوا معك في الدسكشن عشان حتى نصحح كلام مع بعض اللي يستوقفك هو كده عايزه كده نقاش علمي يعني واضح فشوفوا معايا بقى طيب كانش مخاطر يعني اي حد عايز يتقال Thank you.
Instrumental work,
هل ممكن ده يبقى احسن من نفس الكلام يقول ايه؟ لكن لو زودنا في حاجه في برنامج معين او بدلنا يعني حسب كل كيس او كل بروبلم هلاقي ريزلتس مختلف بالشكل يقول ايه؟ طب انتي الكوكيز ده عايز ايه؟ يعرف لو هو هيحل نفس البروبلم دي يتلاشى ايه وياخد حقوقه وايه دي تيك هوم مسج للشغل بتاعك. والمهم جدا وسط فعلا النتائج ممكن جدا مبسوطه الحق اكتر في جزء الريزلتس انك تراعي حتى لو مش بتتكلم عن المشروع بتاعنا ده جديد حط فعلا ورا وانت بتديزاين ريبورت او برزنتيشن او غيره فعلا حسب ما يناسب الاودينس بتوعك. يعني احلى طرق لعرض نتائج فيها انا عايز اجيبها عند كل الرقابه قد ايه نسبه التعطي او الوقت اللي اتاخرت العربيات اون افريج. ممكن كنت اعمل جدول انترسكشن 1 كذا انترسكشن 2 كذا صح؟ وعايز احكي جدول وارقام ومتناول ده حلو قوي انت تشوفه في مجال علمي مش وحش بس تعالى قبل ما اعرضه للحل اللي انت بتقنعه انه يطبق التكنولوجي دي ارقام وبرسنتج وكده عمرهم ما هيتطوروا معاك ولا هيقولوا متنازل ان هم يجربوا السيستم بتاعك. عايز تعرف بقى للناس كده اللي هم مش في مجال التقديم قوي يبقى حاول بقى تخلي الدنيا فيجوال تقدم نفس اللي انت عامله ده بس في بعد كده اللي خلص كارل مان. طبعا لو انت بقى بتعرض للاندستري مثلا السوليوشن بتاعك ده ايه اللي هتركز عليه بقى؟ يعني الكنستيزيا او الكنستيزيا هتركز على الافكت على الفولوم والافكت على انما لو هتعمل في الاصلي لا تتكلم في فلوس وطبعا فولوم ايه وطبعا فولوم معاك ده دايما انت بتحاول تشوف الاودينس بتاعك يبقى عندهم حاجه اقوى. من الحاجات اللي برضه مش الهدف بتاع المشروع ده قد ما انتوا مقصرين يعني انا ممكن اخد نوتس او حاجه يعني اللي هي حاجات تكونوا اندايركت تقيسوها مش بالضروره دايما او السوليوشن بتاعي اقيس نتائجه بشكل دقيق. يعني انا في حاله اليوم ان انا بشتغل على المخالي اللي شغلته هو بشتغل باكثر كفاءه بدافع وار ان والكلام ده كله. هل الايفكت ده طبيعي المفروض يبقى 10 يعني كده بشرطي؟ قال لي انت بتتكلم فيها ولا لا؟ بس هو في كمان ايفكت ان دايركت ممكن يحصل على الهاي واي اللي بينزل على الشوارع دي. يعني لو انا حسيت ان كفاءه الشوارع السيرف ستريت اكيد الهاي واي زي مثلا مش عارفه ادي مثال لايه يعني لو طريق سيارة دائري او اوتستراد لازم يكون شوارع فيها اشرار على طول لو الدنيا واقفه تاثر على الدائري لكن الطبيعي ان عند الدائري ما فيهوش اشرار خالص بس ايه الدايركتلي الافكت بتاع تحسن الاوبريشن في الاشاره هيحسن ده مثلا من احد الحاجات اللي بنسمعها بس طبعا مع فرق بنسمعها يعني حسب النت اللي كنا بنقيس عليها كنا بنحاول نقيسها ايه الدايركت افكت الاجر بتاعته. انتوا محتاجوا دفع كمان كل واحد في البروبلم بتاعته. ما دام مشينا يعني في المشروع ده تحديدا لو عايزين نكمل الجيرني دي لو انتوا عندكم فضول يعني ممكن نسكيب الجزء ده مين عايز يعرف مثلا وصل فين المشروع ده كله. طيب استحملونا اللي مش عايزين يبقى تعالي
يعني
supervise me. Supervise me and speak as a lot. They are able to be published journal out of the end of the factor. They have a lot of ones of the end. I'm
سنة في الجامعة كان شغل، كان زميل وبرده من مصر يعني، كان خلاص يعني خده، كان أباوت تو ميك ديسيجن إن هو يمشي يا جماعة، لمجرد إن هو حط كلام الدينا وحط يعني عامل سايتيشن، حط ريفرنس، بس باقي الكلام زي ما هو. دي سبب فعالية. في حاجة اسمها إن أنا لازم أعمل ريفريز. ما ينفعش أبدا إن أنا آخد أكتر من خمس كلمات بس ورا بعض زي ما هما كده معايا كده، وأتأكد إن أنا أقول الريفرنس ما بين كلمتين ما بين الريفرنس أو يعني أشيل الريفرنس. لا. طبعا لو ما حصلش الريفرنس ده موضوع أعلى بكتير من السبب الفعالية، إن أنا ده حتى إنك تشيل الريفرنس مش كافي. لو هتاخد كلام زي ما هما خدوا الكوتيشن. خدوا ورا كورس كده. ده يبقى معروف إن أنت بتحبه على لسان حد تاني. Yeah.
الجوده دي 3.5 وشغل الاوبري كمان اعتمده على يعني ستاندرد معين للماكن ده وهتبقى هو اللي بتشيله ويجي السي في بتاعك بتقولي كذا وهتحط بقى يعني سيتيشن للويب سايت اللي انت هتعرف عليه تسيرش ليه اللي عامل الماكن ده. الاهم بقى من التقدير ده كانت الرقم بتاع التقدير بيضرب في عدد ساعات المادة. فجبت في مثلا كيس 4 وتضرب بكام؟ انت بتاخد 3 ساعات مش كده؟ ساعتين مضرب وساعتين 4 ساعات اكتر صح؟ بتاخد الجزء الثاني كومبلكس كمان 6 ساعات 4 و6 اللي مش عارفه السيرفيس الجيم فيها جاي مثلا 2 في عدد ساعات السيرفيس اللي هي بتاخد برضه 6 موضوع الجامعة. طيب اللي عايز اقوله ايه بقى؟ Gracias.